عملية ابتدت بسرقة عربية حديد وختمت بكام كيس هيروين بكذا مليون. عندك حق، مسألة بدأت صغيرة وكبرت وبهوقت بالقوي. انت سايبني وراح على فين؟ يا عم ده انا ما صدقت اني شفتك وقلت انك جيت في وقتك. ما تشور عليا يا استاذ، اتصرف ازاي في الموقف المهبب ده؟ واحدة واحدة عليا يا حاج، ده موضوع خطير ومش عايز استعجال. هو في بس سؤال محيرني ونفسي تساعدنا الاقي له اجابة. سؤال ايه؟ اللي حصل ده حاجة حلوة تنطر الواحد لفوق وتخلي الكيكة تطلع في العالي، ولا حاجة منيلة بستين نيلة تجيب داغ الواحد وتنزله سبع عرض؟ والله ده يتوقف على تصرفكم في الموضوع. لو اتصرفتوا بتخوف وغباوة ممكن يجيب داغكم ويقضى عليكم خالص، لكن لو اتصرفتوا بحكمة ممكن يا حربي يكون في فايدة كبيرة قوي. ايوه وهو ده اللي احنا عايزينه، نستفيد من غير ضرر. طيب خلاص سيب لي الموضوع ادوره في دماغي كده، ولما اوصل لحاجة اقول لكم تعملوا ايه. بس وحياة ابوك يا شيخ ما تتأخرش عليا في الرد. لا المواضيع الخطيرة دي الاستعجال فيها مضر جدا. المهم بس قول لي البضاعة اللي عندك دي في مكان آمن؟ لا من الناحية دي بقى اطمن على الآخر، احنا مخبيينها في مكان ولا الجن الأزرق يعرف يوصله. عايزك في كلمتين يا معلم. مرني يا استاذ حنفي. لوحدينا لو سمحت. اتفضل. انتوا رياض؟ الواد ده مستقصدك وحطك في دماغه. واد مين يا حنفي باشا؟ حاربي طبعا، هو في غيره؟ زمان جاب وشك بارني غزال، دلوقتي بيبهدلك. وحكايته انه جاب وش بارني غزال فده فعلا حصل. لكن اللي بيني وبينه انا اعرف اصفيه. لكن انت ايه اللي عرفك بالمواضيع دي كلها؟ ايه بتسال السؤال العبيط ده؟ رشوان بيه ما تخفاش عنه اي حاجه بتحصل. انما انا اللي مستغرب له بقى، ما عليه مشراح. بقى بعد طول العمر ده وخدمتك ليها والعشرة اللي بينكم تعمل كده؟ ده انت كنت دراعها لمين يا جدع؟ عيب قوي تبهدلك كده. حق مش عليها، حق على الكلب اللي اسمه حربي، هو والتيو اللي اسمه زين اللي معاه. ايه اللي حصل بالظبط؟ ساعة ما الواد حربي خرج من السجن وواكل بعقل معلمه كنافة وعمال يلف ويلف ويحشي. هو معقول الكلام ده يخيل على معلمه زي انشراح؟ وده اللي حصل يا حنفي بيه، وانا هكدب على سعادتك ليه؟ انت مش فاكر سعادتك اليوم اللي جيت فيه المستودع انت ورجالتك عشان تاخد البضاعه من المعلمه انشراح؟ ايه اللي حصل ومين اللي وقف قصادك؟ قول لي انت سعادتك ايه اللي حصل؟ هقول لك انا. مين اللي وقف قصادك؟ الواد حربي والتيو اللي معاه اللي اسمه زين. انت فاكر ولا عامل انك فاكر ولا ايه ظروفك؟ مش ناسي يا اخويا مش ناسي. اهو من يوميها بقى والمعلمه مسلمه ودانها. الواد حربي راكب على كتافنا ومدلدل رجليه، مش بس كده بدأت بينهم الودوده والوشواشه والهشاشه وكلام في السر وكلام في ال اتودوا. بيقولوا ايه؟ كانوا بيتكلموا يعني على حكايه الفلوس اللي متاخره عند رشوان بيه. بصراحه الموضوع ده كان مغير المعلمه وكانت عايزه تاخد حقها بالعافيه، لكن انا قلت لها لا ما يصحش. عيب يا معلمه، رشوان بيه ده راجل كبره وليه اسم في السوق، ما يصحش ان احنا نغب عليه. لكن تقول لمين ومين يسمع؟ كلام في سرك محدش يعرفه لا انا ولا انت. زمانهم دلوقتي فضل خيرك بيجهزوا مغرز لرشوان بيه. انت متاكد من الكلام ده؟ امال كل اللي حصل ده عشان ايه؟ عشان انا كنت بحاول اعقل المعلمه وهديها، عشان كده الواد ده اتهجم عليا. لكن انا قلت لا يا قبضايا الطيب احسن، انا كان ممكن اخلص على التيوي ده. لكن مسير الحي يتلاقى افرمه. ياه ده انت معبي قوي يا اخي، بس هتاخد طارق وعلى ايدي.
سلام. هات أم يا حرب الكلب، نزفك لآخرتك. كنت فين كل ده يا عم؟ كنت عند صلاح. كلمته في موضوعنا؟ هو في موضوع غيره. وقال لك ايه؟ قال هيدرس الموضوع يبقى رد علينا. امتى يعني؟ الله اعلم. طب مش يلا نقوم ننام بقى؟ ولا احنا هنستنى الاستاذ صلاح لغايه لما يرد علينا؟ على رايك. يلا بينا. بقول لك يا زين، البت دنيا بايته هنا ولا روحت شقتها؟ روحت وخدت معاها دعاء. بقول لك يا حربي، البت الدنيا بتعزك وبتسمع كلامك، قول لها تبعد عن دعاء وتسيبها ترجع لبيت ابوها احسن. دعاء دي غلبانه يا حربي، ملهاش في سكك دنيا، وانت فاهم. يا عم مفيش حد غلبان، انت اللي غلبانه. زي قصدك ايه يا حربي؟ قصدي يعني ان محدش ضربها على ايديها، زي هي اللي اختارت بنفسها وراحت لدنيا برجليها. طب بقول لك ايه بقى يا عم حربي، انا اقدر اقصر الدنيا دي عن دعاء بطريقتي، بس انا اللي مش عايز عشان عارف انها تخصك وتابعك. طب ايه ده؟ ايه ده؟ بطل ضربه الدماغ اللي انت فيها دي. يعني ايه؟ يعني طز فيك انت ودعاء ودنيا واي حد تاني. خلينا في الهباب اللي احنا فيها دي يا زين، ده احنا في مصيبه يا عم مش عارفين نحلها، ولما نحلها بقى يبقى فوق الحكايات الخايبه بتاعتك انت ودعاء ودنيا. هي بقت كده يعني يا عم حربي؟ بتبيعني يا عم؟ لا ببيعك ولا حاجه. احنا في الاول يا زين ما كناش عارفين طريق لدعاء، صح؟ دلوقتي بقينا عارفين هي فين وقاعده مع مين. خلاص يومين بس نظبط مصالحنا وبعد كده اللي انت عايزه يكون. يا زين ماشي ماشي يا عم حربي، ما نشوف اخرتها معاك. ما انا مفيش حد في الدنيا دي بيعرف يسجدني وينيمني غيرك، وانا بقلبي الطيب بمشي وراك وبصدقك. لا وحياة امك، بلاش قلبي وقلبك والكلام الحنين ده، سيبه ووفره الدعاء بتاعتك. يا حلو انت يا حنين يا متدلع. يلا تصبح على خير. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. اكرم